المسلم في هذه الحياة معرض للفتن، معرض للمضلات، معرض لضلالات الشياطين. نسأل الله الكريم أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، مضلات من الناس ومن الشياطين، كلها تسعى لإبعاد المسلم عن دينه القويم، أو إضعاف الإيمان في قلبه، أو إثارة الشبهات والشهوات لديه، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي نرى فيه أمواج الفتن، نرى فيها أمواج الفتن بشتى الوسائل، تبعث بشتى الوسائل لإبعاد الناس عن دينهم أو إضعاف الإيمان في قلوبهم. نسأل الله الكريم أن يرد كيد الأعداء في نحورهم. نعم، هناك عوامل كثيرة تثير الفتن والشبهات والشهوات عبر وسائل مختلفة، من وسائل الشر سواء عبر القنوات السيئة أو عبر ما يبث في وسائل التواصل. هذه نعم أصبحت وسيلة لأهل الشر في بث سمومهم وشرورهم ضد أهل الإسلام. وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، وبين أنها ستكون، وأن العصمة من تلك الفتن بالالتزام بدين الله. ومن ذلك ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح بقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.